أنزل الله القرآن نورًا لا تُطفأ مصابيحه، وسراجًا لا يخبو توقُّده، ومنهاجًا لا يضلُّ نهجُه، وعزًّا لا يُهزَم أنصارُه، فهو معدنُ الإيمان، وينبوعُ العلم، وبحرٌ لا يُنزِفُه المُستنزِفون، وعيونٌ لا ينضِبُها الماتِحون. جعله الله ريًّا لعطش العلماء، وربيعًا لقلوب الفقهاء، ودواءً ليس بعده داء. هو حبل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم، فيه نبأ من قبلنا، وخبر ما بعدنا، وفصل ما بيننا. هو الحق ليس بالهزل، بالحق أنزله الله، وبالحق نزل. من عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. من طلب الهدى منه أعزه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أذله الله. يرفع الله به أقواما ويضع آخرين، ويأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال عنه صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.